كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بكم بألف خير وعلى خير. حبايب ديالي، اليوم عندي واحد الأكلة مزيونة غزالة وبنينة وصحية، اون بليس ديال الكروم معمر بالكفتة، وغادي نديرو غراتان البنات. المقادير اللي عندي فيه: عندي نص راس صغير ديال الكروم، سلقتو في شوية الماء والملح الحية، ديك اللي كتكون غليظه البنات، حبيبات غلاض. وعندي شويه ديال الشيدر، شويه الفرماج الشيدر البنات، وعندي شويه ديال الموتزاريلا محكوكه، وعندي جوج بيضات، وعندي القشده طريه، القشده طريه. عندي المول ديالي، درت فيه شويه زيت البلديه وشويه ديال الزبده، ديك اللي كنحيد لها الحليب، عرفتوها كنخليها تغلى تغلى، راه دارتها الاخت ديالي حتى هي في الفيديو، كتغليها وكتخبعيها في كي كتبرد حتى كتشرب ديك الرغوه ديالها البيضه، وتشرب ديك اللاكتوزا ديالها والحليب ديالها، كتبقى غير الزبده غير الدهون، وكتخويها في القرعه وديريها في الثلاجه. هنا حبيباتي شنو درت؟ درت الكفته كويرات، الشرميله عاديه كيف اللي كنشرملو بها الكفته، ودرت لها شويه ديال السوجا وقليتها في الزيت البلديه حتى شربت المريقه ديالها، وغادي نخلي ديك لاصوص نزيدها في القشده الطريه. اذا حبايبي دابا غادي نبداو الخدمه ديالنا البنات. اذا بالنسبه للكروم غتبقاو يعني يا اما تحلوه كامل، يا اما ديروه حتى يبدا يتحل، وديك الساعه تطفيو عليه. دونك انا غادي نهز الكفته ديالي وغادي نلوي عليها الكروم، وغادي نحطها هنا البنات. دائما ديك الجهه اللي كنلوي فيها كتكون لتحت باش ما تحلش، وتقدوه يعني الكروم واخا يتقطع لكم هذا تقدو تعدلوه. اوكي حبايبي يلا انا لفيت الاولى، دابا غادي نلف الثانيه، الثانيه غادي نلفها البنات بحال ورق العنب اللي كيديروه المصريات، تحيه للاخوات المصريات من هذا المنبر، بحال ورق العنب المعمر بالكفته. اذا انا اليوم ارتأيت ندير الكفته بالكروم، لان الكفته الكروم صحي وما كياكلوهناش الوليدات، الوغ نديرو بهذه الطريقه غادي ياكلوها البنات. اذا غنبقى على هذا المنوال حتى نكمل البول ديالي. والان البنات من بعد ما لفيت الكفته ديالي كامله في الكروم بالكروم ودرتها هكذا، شط لي شي شويه ديال الكروم، درت فيه الفرماج ولويتو ودرتو هنا في الوسط باش يجي مزيان. هنا جوج بيضات، درت لهم شويه ديال الابزار البنات، شويه ديال الكوزه، وجوج معالق ديال القشطه الطريه، وغادي نزيد نخوضها هايدا مزيان، ونزيد لها ديك لاصوص ديال اللي تقلات فيها الكفته، زيت البلديه مع لاصوص الصوجا، غادي يجي بحال كريم. اذا غنخلطوا هذا الشيء، هذا البيض وهذا القشده الطريه وهذا لاصوص ديال صوص الصوجا اللي تقلات فيها الكفته، هذا هو اللي غيكون لنا مرق للغراتان ديالنا، فيه غير مليحه شويه ديال الابزار وشويه ديال الكوزه محكوكه صافي. اذا القشده راه غادي تذوب في الحراره، اذا هكا غادي نخلطها مزيان. اذا غادي ندير لها هكا على كاع الكراتان ديالنا، اذا خويت البيض والقشده الطريه البنات، نتوما شوفوا مزيان. غادي نزيد له شويه ديال الشيدر طروفه غير هكا شويه، حيت غادي نزيد القشده باش يبنن، لان هذا الشيدر زوين. هذه البنات غراتان كيتوني، دائما كنقول لكم انا الوجبه ديالي راها كيتونيه، يعني كيكون فيها الدهنيات بزاف.
صافي غادي ندير لها شويه ديال القشطه الموتزاريلا من الفوق، وغادي ندخلو البنات للفران. كيف غادي يوجد غادي نوري لكم البنات، نقدم لكم في طبق التقديم. وهذا الاخوات تقدروا تاكلوه مع شويه ديال لاصالاد، لاصالاد فيغت، ولا لاصالاد اللي كيكون بنجال محمض، ولا زعلوك، ولا تكتوكه ديال الفلفل ومطيشه، حيت هو فيه شويه ديال. اذا صافي بارك عليها، تبان لي بارك عليها. باش يجي كامل الكروم ديالنا ملبس بالفخوماج ولا موتزاريلا البنات، كيجي بنين بزاف. واش هي طيبه؟ يلا انتما معايا، حيت غيطيب غادي نوجد لكم البنات، غادي نقدمو لكم في طبق التقديم وغادي تشوفوا كي جا الكروم معمر بالكفته. اذا البنات غادي نزيد له شويه ديال القشطه ديال الطبخ غير هكا من الفوق ديال الموتزاريلا باش نغطي به الموتزاريلا. وصافي، والان الى الفرن بعد ما يطيب يوجد غادي نوجد لكم البنات باش تشوفوا كي جا طايب في طبق التقديم. وها هو الحبيبات ديالي، الكراتان ديالنا غزال مزوينته ديال الكروم معمر بالكفته والفرماج الموزاريلا والشيدر ولا كريم فريش. وبالمناسبه البنات انا كيف قلت لكم كنحضر دائما ثلاثه الوجبات اللي طيله الاسبوع، واليوم حضرت الى بغيت الى عجبكم ولا الاعجاب ديالكم هذا الطبق هذه الاطباق اللي هنايا، قولوا لي باش نديرهم لكم. هادو فخاد بواحد التتبيله رائعه كيديروا في الفرن هكذا كيطيبوا. وهذا سمك بالفلافل البنات بالكرافس كيجي رائع بزاف. ولا هنا حبيباتي نكون انهيت الفيديو نتاع اليوم، وهنا غادي نوريكم كيف جا الكروم ديالنا المعمر كيبان لي سي بوكو. ها شوفوا البنات غزال بزاف. الكروم راه كيشرب ديك ليدام كامل اللي كيكون فيها البنات. وها هو طبق اليوم للغداء ديالي مع شويه ديال الخس، وبركات علينا. يلا حبيباتي مع السلامه.